يقول: هناك من يزهد في تعلم التوحيد وفي تعليمه، ويقول ليس من الحكمة أن يدعى إلى التوحيد في هذا الوقت. أي نعم، أنا قلت لكم كم مرة أن فيها الجماعات والأحزاب يريدون تجميع الناس فقط، ما يريدون إصلاح الناس، يريدون تجميع الناس تبعهم، ويقولون اتركوا التوحيد لأنه يفرق الناس، احنا ودنا نجمع الناس حولنا ويصير معنا ما هب ودب من الناس، المهم انه يتبعنا ولا علينا من عقيدته. يقولون ما علينا من عقيدته، هذا مذهب فاسد والعياذ بالله. وهذا هو الذي ذكر ابن القيم انه يريد الرئاسة في الدنيا، هذا يريد الرئاسة في الدنيا، لذلك يكره العقيدة، يكره العقيدة لأنها تنفر الناس عنه، ويريد يجمع الناس حوله هكذا. نعم، يقولون لا تدعون إلى التوحيد، تنفرون الناس، خلوا الناس على عقائدهم، إذن ما هي فائدة الدعوة؟ يقولون الدعوة يبونهم حولهم فقط، هم يبونهم يتركون الضلال ويأخذون طريق الصحيح ويذهبون إلى الجنة، ما يريدون هذا، يريدون أنهم بس يتبعونهم في هذه الدنيا ويصير لهم جماعة كثيرة ومؤيدون كثيرون ولا عليهم. هذا مذهب باطل وخاسر، وهذا يريد الرئاسة في الدنيا والإمامة في الدنيا فقط. إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله، إلى أن قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، العياذ بالله. نعم.